قلت توفي والدي وترك بنتا عمرها 3 سنين وابنا عمره 4 سنين، وقد تزوجت أمهما وتركت لي مسؤولية تربيتهما، وقد أخذت ما يخصها من الإرث بعد والدي، والآن تزوج الولد والبنت وأصبحوا يطالبوني فيما اكتسبته بعد وفاة والدي، علما أنني أنا الوحيد الذي شاركه الاكتساب في حياته، فهل لهم الحق في المطالبة فيما كسبته بعد وفاته أم أنه يخصني وحدي فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما ما كان قبل وفاة والدك فهذا يعتبر لهم لإخوتك الصغار نصيب فيه، نعم، لأنه من تركة ميتهم، فكان الواجب عليك أن تحصره وأن تحصيه وأن تحفظه لهما حتى يكبرا، وتنفق عليهما منه، وإذا بقي شيء بعد النفقة عليهما تدفعه إليهما إذا كبر. أما ما اكتسبته بعد وفاة والدك فهذا إن كان رأس المال هو الذي كان معك ومع والدك قبل وفاته فلهم نصيب أيضا من ربحه، لأنه يعتبر كالمضاربة، إذا كان رأس المال من المال المشترك بينك وبين والدك فلهم نصيب فيه أيضا، وإن كان من مالك الخاص أيضا، وإن كان من مالك الخاص وتصرفت في مالك الخاص بعد وفاة والدك فإنه لا علاقة لهم به، أنه يعتبر كسبك ومالك. وعلى كل حال القضية فيها طرفان، وإذا رجعتما إلى المحكمة الشرعية فهي إن شاء الله ستدرس ملابسات القضية وتبين لكل ذي حق حقه، والله أعلم. بارك الله فيكم.